مرحبا مرحبا بالناس الكل. السلام عليكم ورحمة الله. اليوم نهار خميس وغدو نهار جمعة إن شاء الله، وأنا غدو شتيت باش نطيب كسكسي بالدجاج العربي، وقعد نخمم منين باش ناخد السردوك، السردوك العربي هذا. قلت نمشي بعد أخونا محمد بوهلال اللي هو موجود في باب جديد مقابل الزندانة متاع الزيت، ناخذ من عنده سردوك. أنا تو متواجدين في دروج جبهة الغربة، طلعنا اختي واختي واخذنا دورة على اليمين في اتجاه سي محمد بهلال اللي بيع في العظم العربي والدجاج العربي. هلا بزدين معلم، حوت عليك يا زدين. قلنا خلينا ناخذ سوا زدين عاش خويا معلم، ربي يشدك في صحتك، عاش يا زدين. معنا ونشوف بعضنا نكتشفوا المحل نتاع سي محمد بهلال. ما تنساش انا تعدى واحد كلمنا مش محلات بس ماشي. السلام عليكم. هلا عليكم برجل. لهنا عندنا كل شيء عربي يا صبري. نبداو الساعة بالعظم العربي. شكون القهوة العربية؟ أنت بولال محمد بولال. سي محمد بولال، شنو القهوة عندك سي محمد بولال؟ عندي الدجاج العربي وعندي الأرنب العربي. هذا العظم العربي. إي نعم. وعلى قداش عظم تو الحارة؟ العظم حارة بلفية نقول لك. بلفين. كبيرة الكعبة يعني مش صغيرة. ها ما شاء الله. ها العظم العربي خليه ياكلوا، خليهم ياكلوا. خليه. ما مش عارف ناخذ الناس يا ابو هلال. وعندي الدجاج العربي. تجي ورينا سيدي. اي الدجاج. على قداش الدجاج سيدي؟ سرادك سرادك نتاع ماكله قول لي. سردوك نتاع ماكله على قداش؟ نتاع ماكله. على قد. يعني وريني لك حل هذايا كيف. 125. وريني. 25 الكعبة. أيوة. 25 الكعبة، مش بالكيلو. اي بالكعبة بالكعبة عربي، في كيلو نص كيلو 700 قول لي. كيلو نص كيلو 700. اي اي خليه ياكل الزوالي. على 25 دينار. على 25 لازم اوريك البلاد قول لي. هذا عربي مش لا والله البلاد على قداش الارنب؟ الارنب بالكعبه ب 20 عربي 20 دينار. اي نعم. واش اسيدي وتحيا تونس ويحيى ابو هلال يحيى تونس الخضراء. هذا الدجاج العربي القهوه احنا كما وريناكم توا طلعنا من دروج باب جديد. ايوا دروج جبل الغربه. سامحوني دروج جبل الغربه. ناس سالم بالحميده هذا يرام. ناس سالم بالحميده. اي نعم. وخذينا الدورة على يميننا واحنا ماشيين باب جديد. ايوا. لقاو سي بو هلال عرضنا مقابل الزندانه نتاع الزيت. ايوا. يا حسن وين الزندانه نتاع الزيت؟ ما عادش مشات الزيت مشى كل شيء. كله قاعد كناي بالشارع تو. حاسيلو لقاو خونا بو هلال الارنب الدجاج العربي العظم العربي. لسمات كما قال الحارة عظم ب 2000 فرنك. الدجاجة ب 25 دينار سردوك تاع ماكل سردك سردوك والارنب على 20 دينار. 20 الكعبة عربي يقولها مش سوري. ونجموا نجيو زادة من الباب الجديد. ونجموا كما قالوا احنا نكملوا توا طول مثل هذيا. نقارو احنا في مرشي بتاع الحوت باب جديد. ايوه. اي السلام عليكم الناس الكل كي وربي عينك والعزيز. ربي يبارك لك ان شاء الله. الناس بيا. يرحم الحاج. تعيش.